استكمالا لمسيرتها الإنسانية والخيرية التي تتبع من لبنتها الأساسية، أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي حملتها الإنسانية، وذلك لمساعدة الأسر المحتاجة المسجلة بالجمعية داخل الكويت، وذلك من خلال تسجيل أبناء الأسر في المدارس لإكمال تعليمهم، إضافة إلى العمل على توفير مقاعد دراسية لأبناء الأسر. فتحت هاشتاغي تبرع لتعليمهم والتعليم حق للجميع، أطلقت الجمعية حملتها الإنسانية بمشاركة ودعم عدد من المهتمين ناشطين في مجال الأعمال الإنسانية. وللمشاركة ودعم الحملة يمكنكم التبرع من خلال الموقع الإلكتروني لجمعية الهلال الأحمر الكويتي الظاهر أمامكم على الشاشة. ساهم ويانا وتبرع لتعليمهم، أطفالنا وهم المستقبل، ومستقبلهم بيدك، لأن كل طفل يستحق التعليم.